الله، اليوم جمعة العظيمة، حاب نتأمل مع بعضنا حول صمت الرب يسوع المسيح على الصليب. هالصمت يلي كله مليان فرح وإيمان ورجاء. أول ما بدنا نتأمل بمراحل الرب يسوع المسيح، منلاقي يسوع من بستان الزيتون لوصل على الصليب، منلاقي يسوع قطع بسبع مراحل. بهالسبع مراحل قليل ما حكي، كان كله صامت. وقتها كان على الصليب كذلك الأمر حكي سبع جمل. هالسبع جمل كمان قالهم بالطريقة الأساسية. ما نسأل السؤال، طب ليش يسوع كان صامت؟ هل لأنه كان يأسان؟ هل لأنه كان خلص يأس من الجو اللي هو فيه؟ أنا أقول لكم لا، يسوع المسيح هو اللوغوس، الكلمة الحقة الحية. هيدا الكلمة الحي هو صار عم يحكي بالصمت. ودليل على هذا الموضوع ابن مريم العذراء ويوحنا كمان كانوا صامتين عم يتأملوا بعمل الرب يسوع المسيح. فإذا الصمت على الصليب هو صمت قوة وصمت الكلام، مثل الأم من بعد فترة طويلة وقت بدها تلتقى بابنها، مثل الحبيب مع الحبيبة، بيوصل لمرحلة عم بيفكروا بدهم يحكوا ويحكوا ويحكوا بإشياء كتيرة، ولكن وقت يوصلوا للقاء مع بعضهم البعض بيصير الصمت الكلي. هذا الصمت بيعبر عن الكلام الكبير والعميق يلي ما في الكلمة الطبيعية تعبر عنها. كلمة هيك بدنا نرجع للوغوس، الكلمة الحقة الحية يلي هي بالرب يسوع المسيح. أحد سفراء البابويين بلبنان عم بيروح يزور كان المرضى، شاف هونيك عدة أشخاص لا فيهم يتحركوا ولا فيهم يحكوا ولا فيهم يعملوا شيء. عمل هالتأمل الرائع وقال هولي بيمثلوا يسوع المسيح على الصليب يلي كان مسمر مش قادر يتحرك، ولكن بهيدي التسميرة وبهالوقف اللي كان واقف فيها، هيدي فيها تم الخلاص وخلاص كل إنسان منها. الصمت إخوتي هو صمت الكلام بالرب يسوع المسيح. الله بحبنا، الله بده إيانا نعيش السعادة مع بعضنا البعض. كل واحد منا عنده صليبه، كل واحد منا عنده القهر، كل واحد منا فترة الصليب بده يكون في ضجة كتير حواليه، مثل ما وقت يسوع المسيح كان على الصليب كان فيها الضجة الحواليه كلها سوا. وآخر فكرة بدنا نتأمل فيها، يسوع المسيح انصلب مع شخصين، انصلب مع رأيين. أول رأي كان عم بيلوم، عم بيلومه للرب يسوع المسيح ويقول له أنت إذا كنت الله والمخلص وخلصت العالم كله خلصني، طلع من هالصليب، شيل حالك من هالصليب وشيلني أنا، خلينا نزمط ونهرب. ولكن اللص الثاني هونيك عرف كيف يتعمق بصمت الرب يسوع المسيح وقال له اذكرني اليوم متى أتيت في ملكوتك. بيجي بيقول له يسوع اليوم سوف تكون معي في الفردوس. هيدا هو إخوتي الصمت اللي نحن عم نحكي عنه، هيدا هو حمل الصليب للرب اللي دعينا عليه. مش نهرب من صليبنا أو روح ننبش على صليب تاني يكون خفيف علينا و نشيل حالنا منه، لا، بدنا نقاوم بالصليب لأنه هذا الصليب هو بده يوصلنا للخلاص وللمجد. أمين. الله يبارككم ويقدسكم جميعاً.